هنا ملتقى اللغة العربية بمختلف صورها التاريخية والثقافية والشرعية في أحد أكبر معارض الكتاب العربي في مدينة إسطنبول. معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي في موسمه الثامن يفتح أبوابه مرة أخرى لينشر فيه كل ما خطه الكتاب قديما وحديثا، حيث يمثل فرصة لاقتناء ما يبحث عنه القراء العرب والأتراك على حد سواء. نستطيع أن نقول أكبر معرض خارج الوطن العربي للكتاب العربي هنا. نحن هنا أعتقد مختلف عن المعارض العربية، لأننا الذين يأتون لهذا المعرض هم الأتراك المهتمون بالكتاب العربي وأيضا الجاليات العربية. الجالية العربية تجد صعوبة كثيرة للوصول إلى الكتاب العربي، وينتظر صراحة هذا المعرض مثل هذا الحدث لأجل أن يصل إلى الكتاب العربي. والجمهور التركي صراحة أيضا لا يوجد له إمكانية أن يصل إلى الكتاب العربي مثل هذه المعارض. أولا وصولهم إلى الكتاب أعتقد أهمية الأولى. الحضور العراقي كان لافتا، حيث شاركت عدة دور للنشر في هذا المعرض بمساهمات ثقافية فريدة، من بينها مؤسسة البصائر ومكتبة خطوة للكتاب العربي. نحاول دائما أنه إحنا نمثل المؤلفين العراقيين، الدور النشر العراقية بمعرض اسطنبول الدولي. مثل ما معروف عن معرض اسطنبول أنه هو خلينا نقول جسر ما بين أوروبا والدول العربية، لذلك نحاول كل سنة أنه إحنا نشارك بكتب أدبية. الستاند مالتنا هو كل عبارة كلها عن كتب أدبية، تاريخ، سياسة وإلى آخره. غير مستائين من انتشار الكتب الإلكترونية، بل إنها روجت للكتب الورقية وأكسبتها شهرة أكثر. هكذا يرى عدد من الكتاب والناشرين انتشار الكتب على منصات الإنترنت. الاتجاه الإلكتروني أو النشر الإلكتروني ساعد في ازدهار الورقي، ربما يكون أثر عليه اقتصاديا لفترة ما، ولكن انتشار السوشيال ميديا وانتشار واهتمام الشباب كمان بالسوشيال ميديا وبالطرق المتنوعة عليها خلاه يعرف عناوين ويعرف أسماء للكتب. يمكن لو نزل المكتبات أو المعارض، مش كل الناس تنزل مكتبات أو معارض، ولكن كل الناس معاها موبايل معاها لابتوب بتشوف عليها، فأنا في رأيي أنه هو ساعد في الانتشار. اللافت في هذه النسخة من معرض إسطنبول للكتاب أن فلسطين ورموزها كانت حاضرة بقوة في أروقة هذه الدورة، ومن المؤمل أن يتم تنظيم فعاليات للدعم المادي والمعنوي للشعب الفلسطيني، لا سيما أولئك الذين يعانون أهوال الحرب من جراء العدوان الصهيوني على قطاع غزة.